تتواجد اليوم مستشفى الدراق حيث يتم إجراء تحاليل مخبرية قصد الكشف عن فيروس كورونا المستجد. الحمد لله كان إقبال كبير ديال المواطنين قصد إجراء التحليل المخبرية للكشف عن كوفيد. كذلك من الملاحظ أنه كان ارتفاع في عدد الحالات الإيجابية، لذلك نتمس من الساكنة أنهم التزموا باحترام التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذا الفيروس. كنتواجدوا حاليا بمستشفى الدراق مصلحة العزل الخاصة بالكوفيد، والنقطة بالخصوص نقطة ديال الكشف إجراء التحاليل المخبرية على الناس اللي مشكوك في الأمر ديالهم، يعني حاملين الفيروس. وكنلاحظوا بأنه كاين ارتفاع مهول في نسبة الإصابات الإيجابية، وكاين إشكال آخر أنه الناس كاين ارتفاع مهول ولكن الناس ما كتقدمش انه دير الكشف باش تكشف على الحاله ديالها. ولكن رغم ذلك كنبذلوا مجهودات كبيره باش انه نحاولوا نعرفوا البؤر اللي كاينين ونحاولوا نحدوا منها ومن الانتشار. ومن هذا المنبر كنناشدوا الساكنه انها تلتزم بالاجراءات والتدابير الاحترازيه باش انه نوقفوا الانتشار ديال هذا الفيروس. من طبيعه الحال كما كتعرفوا بانه مصلحه ديال اخذ العينات راه كتبغي واحد الجهد اللي هو كبير، ويعني في عمل مستمر ما فيهاش انه يعني اي وقت جاء اي مواطن راه خصو يخضع للتحليله. هذا الشيء اللي كيضطرنا انه نحاولوا نخدموا السبت والاحد وخدمنا الاعياد، وكنخدموا يعني بواحد الشكل مستمر ليل نهار، لان اي وقيته كاين هذا خصك تستقبل المواطن وتقوم بما يجب القيام به، لان الهدف ديالنا هو الاحتواء ديال هذه البؤر هذه والاحتواء ديال الوباء بشكل عام حتى ترجع للحياه الطبيعيه والمجرات الطبيعي اللي كنتمنوا انه يترفع عنا الوباء ان شاء الله. من هذا المنبر كنعاود نوجه للساكنه انه تلتزم التدابير الاحترازيه، لانه الا التزمنا بالتدابير الاحترازيه راه غادي نساهموا في الحد من انتشار هذا الوباء، وبالتالي نقص العبء اللي كيقع على الاطقم الطبيه وشبه الطبيه، لانه راه في المطاف هما جنود الخفاء وهما اللي كيتحملوا واحد العبء كبير جدا. ويعني الدور ديال المواطن انه يساعدنا في الحد من هذا الانتشار ديال هذا الوباء انه يلتزم بالتدابير الاحترازيه والوقائيه. السلام عليكم، انا تنشكر هذه المبادره الوطنيه، تنشكر جلاله الملك محمد السادس نصره الله، استقبلونا مزيان دوزنا التحاليل، الحمد لله كل شيء بخير وعلى خير، دوزنا التيست بخير وعلى خير، كل شيء مزيان، تعاملوا معنا الدراري مزيان، استقبلونا. اشنو هي الرساله اللي كتقدم من الناس انا بزاف؟ تنشكرهم بزاف، تنقول لهم اودي جي دوزوا، حيت هذا الشيء راه خطر. صباح الخير عليكم، تنشكر الخلية التدخل السريع للكوفيد 19 بمستشفى الدراق اللي قايمين بواحد الواجب اللي تنتمناو لهم يا ربي التوفيق والصحة والسلامة. يعني فكرت انني هاد الايام شفت يعني الناس كلهم متخوفين، وانا درت هاد البادرة باش نجي ندير التحليلة ديالي، والحمد لله كانت ايجابية، وتنشكرهم بزاف، وتنشكر السيد المندوب، وتنشكر كاع السلطات، كنشكر الامن، كنشكر الناس اللي قايمين بهذا العمل. كنتمنى ان هذا يعني فيروس عادي، يعني انا كنا في الاول كان تخوف، ولكن كل شيء يعني الحمد لله اننا تقبلناه، وموجود الدواء، موجودين يعني الخليه اللي هي واقفه 24 ساعه على 24 ساعه. يعني تنتمنى كل شيء في هذه الفتره هذه تاع الانتخابات والسياسه والتحركات اننا كلنا نكونوا واعيين بهذا الفيروس هذا، ونجيو نديروا التحليله ديالنا عاديه. يعني ما كامل حتى نص ساعه دابا حنا خدينا النتيجه ديالنا، والشكر الكبير للناس اللي قايمين بهذا العمل وهذا المجهود، وشكرا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.